كابتن حسام غالي طبعا من اللعيبه الكبيره طبعا في منتخب مصر، واللعيبه يعني اللي عملوا تاريخ مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي. لعيب مثل اعلى لاي لاعب صغير في التزامه، في رجولته، في حبه للنادي الاهلي. ادى كتير للنادي الاهلي ومنتخب مصر، لاخر يوم ليه في الكوره بيأدي بشكل جيد وملتزم في التمرينات، وبيأدي يعني احسن من اي لعيب صغير لسه طالع. انا بتمنى له التوفيق الفتره اللي جايه، اي مجال هيختاره هيبقى ناجح فيه. عنده كاريزما، بيتحب من كل الناس.